وللمزيد حول عمليات التهجير المستمرة لأهالي محافظة ديالى تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الناشطة الحقوقية إيناس زايد. أستاذة إيناس أهلا بك. بداية، ميليشيا بدر تمنع 118 عائلة نازحة من العودة إلى مناطقهم في ناحية كنعان بديالى، وتتوالى الشهادات عن أحداث مشابهة في المحافظة. السؤال، كيف يمكن توظيف هذه الشهادات من أجل توثيق ما يحدث بالمحافظة لملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات بشكل قضائي؟ نعم، مساء الخير. بالتأكيد يمكن توظيف هذه الشهادات وهذه الحالات من خلال مخاطبة المراكز الحقوقية في العراق وأيضا خارج العراق، سواء منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الدولية. لابد من إيصال صوت هؤلاء الأشخاص، لأن موقف القانون الدولي واضح مما يحدث الآن في محافظة ديالى. الآن يعني التهجير القسري بكافة أنواعه حقيقة، حتى وإن كان على شكل منع من العودة إلى البيوت، أو إذا كان إغلاق محلات أو إجبار أصحابها بالانتقال إلى أماكن أخرى. كافة هذه الأشكال تندرج تحت الانتهاكات المجرمة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. لذلك لابد من توثيق هذه الانتهاكات من أجل استخدامها لاحقا ضمن الآليات المتاحة أمامنا في المجتمع الدولي. سيدة إيناس، سبق وأن رصدت أحداث على نفس الشاكلة، والآن ترصد أحداث لإخلاء أكثر من 1000 محل للمهن الصناعية في بعقوبة، وهو ما يحدث في قضاء الطارمية والمدائن وغيرها. ما هو أو ما هي أوجه الشبه بين ما يحدث في ديالى والمحافظات والمدن المذكورة؟ يعني هي كافة متشابهة، كافة يعني أعمال وأفعال يعني تتشابه في فحواها بأنها تنطوي على تهجير هؤلاء السكان. نعم. منعهم من يعني التكسب، منعهم من أن يكون هناك مصدر رزق وعيش لهم. ولكن المستغرب في هذه الحالات بأن يعني صمت الحكومة العراقية على قيام تلك الميليشيات بإغلاق المحلات. يعني من المعروف بأن في دولة القانون إغلاق المحل يتم وفقا لأمر قضائي. نعم. وفي تسلسل إجرائي معين، ولكن يعني المستغرب بأن صمت الحكومة العراقية على تلك الأفعال، عدم اتخاذها أي قرار بهذا الشأن، هذا هو الذي أيضا لابد من أن نحمل الحكومة العراقية المسؤولية عن هذه الأفعال بشكل أساسي. نعم. أوجه الشبه التي تحدثت عنها وذكرتها تدفعنا إلى الحديث عن منهجية في الفعل والتخطيط. باعتقادكم، ما الهدف من هذه الانتهاكات المتواصلة؟ يعني نحن نقول كحقوقيين بأنه بغض النظر عن الهدف، فالانتهاك هو انتهاك وهو مجرم ولا بد من محاسبة الفاعلين عنه. ولكن إن كان هناك أهداف أيضا سياسية معينة من سبيل تغيير ديموغرافي في المنطقة، أو تخصيص بعض المناطق لفئات معينة في المجتمع العراقي، أو حتى الميليشيات الغير عراقية، وذلك يعني الأمر وارد. لذلك لا بد من أن يتم أولا دراسة هذه الأسباب والأهداف من أجل أي نتائج سلبية أخرى، ولكن الانتهاك يبقى انتهاك. ونحن نقول بأن يعني فعليا الغاية لا تبرر الوسيلة، واليوم حتى وإن كنا نقول عن تفاهمات سياسية معينة، فهذا لا يجب أن يترجم على شكل انتهاك يلحق بالمواطنين العراقيين. لا يمكن الصمت عن هذه الانتهاكات المتواصلة والتي دامت سنوات، وفي كل يوم يحققون فعليا هم يعني هدف من تلك الأهداف، ولكن الصمت هو الذي يعزز موقفهم وهو الذي يفلتهم من العقاب عن هذه الأفعال. لا يمكن الصمت عن هذه الأفعال كافة والانتهاكات، ولا بد من اتخاذ إجراءات قانونية معينة بحق تلك الميليشيات. في سؤالي الأخير إليك الناشطة الحقوقية إيناس زايد، يعني إذا كان التغيير الديموغرافي هو هدف كل هذه الانتهاكات، ألا تصنف هذه الانتهاكات جريمة من الجرائم ضد الإنسانية؟ تماما، وخاصة عندما نتحدث عن أن العراق هو في حالة نزاع مسلح، وهو أيضا ينطبق عليه اتفاقيات جنيف التي يعني تضع قواعد لهذا النزاع، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الجرائم التي توصف بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي تدخل أيضا في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. لذلك نعم، عند جمع المعلومات والتأكد من أن هناك عمليات ممنهجة من أجل تهجير هؤلاء السكان، فيمكن
القول بأن هذه جريمة ضد الإنسانية وهي تدخل في اختصاص محكمة الجنائية الدولية، ولابد من التحرك لمعرفة الآليات والوسائل والأدوات التي من الممكن أن نوصل تلك القضية إلى أروقة المحكمة الجنائية الدولية من أجل النظر فيها. من عمان كنت معنا عبر الهاتف الناشطة الحقوقية إيناس زايد، شكرا جزيلا لك.